ريكوردينج. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا ناخذ سؤال رقم 4، وهذا اللي غالبا بيجي في الامتحانات اسئله من هذا النوع. يقول لك اذا كان س وص متغيرين عدد قيمهم قديش؟ 7. اوكي، ومعطيني مجموع اللي هي فرق السينات عن وسطها قديش، بعطيك مربعها 20، معطيك انه هاي قديش فرق الصادات عن مربع فرق الصادات عن وسطها قديش؟ 500. ومعطيك الحاصل الضرب الفروق قديش؟ سالب 8. بدي انا اجد معامل ارتباط بيرسون. كيف بدنا نسوي فيها هاي؟ يلا ايميلي، كيف نسوي فيها؟ نحط القانون را تساوي، ذكرونا بالقانون شو كان يقول؟ القانون ناخذ اللي هو الجزء هذا هو سالب 8 على الجذر التربيعي لي اللي هو الجزء هذا لحاله اللي هو 20 ضرب 500، كل هذا تحت الجذر. خلاص هيك بكون انتهى السؤال. لما يعطيني كل هاي المعلومات بتكون الامور بسيطه الحسبه. واضح انه هنا معامل الارتباط ايش ماله؟ سالب، يعني عكسي. هنا راح تكون سالب 8 على جذر الالف، لانه هنا نحط نضرب 20 في 500، نحط الثلاث اصفار، عفوا 10000، و2 في 5 10، صار 10000. ال 10000 بتيجي من ايش؟ ال 10000 تيجي من 100 ضرب 100. اذا شو جذرها؟ 8 على 100 بالضبط، يعني بيطلع جواب 8 على 100، 8%. اوكي، اول شيء خلينا نوصف هالسعيات معامل الارتباط. اول شيء هذا ارتباط شو نوعه، موجب ولا سالب؟ قد سالب. سالب، يعني شو العلاقه، عكسيه ولا طرديه؟ عكسيه. عكسيه، هاي اول معلومه. المعلومة الثانية، هل الارتباط هذا قوي أم ضعيف؟ قوي. قوي أم ضعيف؟ 8%. قوي. ها؟ قوي. 8%، تعرف يعني 8% لو نعمل خط أعداد وين راح تيجي؟ حتى نمثلها، نشوف على خط الأعداد كيف تطلع. بدنا نقرر الآن، هل هو قوي أو ضعيف؟ هاي خط الأعداد. هاي الصفر. هاي الواحد اللي هو 100%. الواحد اللي هو 100%. وهون سالب 1 اللي هو سالب 100 على 100، كويس؟ ال 8% يعني هون بتيجي. اها. هاي 8%، أو هون سالب 8% إذا بتحب تشوف السالب يعني. فإحنا قريبين من مين هيك؟ قريبين من الصفر. إذا شو بده يكون؟ قوي. ضعيف. قريب من الصفر ضعيف. انت هذيك اللي قوي بيكون هاي 80%، شوف طلعي كيف؟ الاقرب الى الواحد. ايوه اقرب للواحد. اها. في فرق بين 8 من 10 و 8%. واضح انه هذا كبير كثير، هذا صغير كثير، هذا قريب كثير من مين؟ يعني كانه عندك انت الواحد قسمتيه ل 100 قسم واخذت منه 8 اجزاء بس. شو هاي؟ عندك الواحد قسمتيه ل 100 قسم واخذت منه 80 قسم. 8 بالعكس يعني 80%. إذا هذا ضعيف، إذا هاي سوى حددنا العلاقة. الآن السؤال الخامس، أي معاملات الارتباطات هي أقوى؟ سالب 9 من 10. سالب 9 من 10، ليش؟ لأنه أقرب على السالب 1. يعني لو مثلناها مع خط الأعداد هذول كل هذول القيم، خلينا نمثلها مع خط الأعداد، أنا بحب دائما التمثيل على خط الأعداد بعطيك إيش؟ وضوح أكثر في قوة العلاقة. الصفر، إحنا قلنا كل ما اقتربنا من الصفر كل ما كنا علاقة ضعيفة. الآن يعني هيك مشينا هيك، تكون 1 من 10 ل 10%، يعني 2 من 10 هيك ماشي، 3 من 10 لعند 9 من 10. نعم. يعني قاعد بمشي عشر عشر. وهون نفس الشيء، سالب 1 من 10، سالب 2 من 10 إلى آخره. فسبعة من عشرة راح تيجي سموير هون. صح؟ صح. 8 من 10 راح تيجي مكان ما هون. سالب 10 راح تيجي هون، سالب 9 من 10 راح تيجي هون. إذا مين أقرب شيء على السالب 1 هون؟ سالب 8.
سالب 9 من 10. سالب 9 من 10. سالب 8 من 10. إذا احنا أقرب على السالب 1. نعم. مع أنها قوية إلا أنها بعيدة عن الواحد أكثر من بعد 9 سالب 9 من 10 عن سالب 1. عشان هيك حكينا عنها أنها هي الأقوى. نعم. نقطة ما حكيناهاش المرة الماضية أنه أنا لو علمت أنه معامل الارتباط هو 85% بين متغيرين. يعني خلينا أول شيء نشرحها بعدين نحكي القاعدة تبعتها. نأخذ مثال بسيط. لو عندي يعني هاي اعتبروا زي مراجعة عندي سين وصاد متغيرين وبدي أشوف معامل الارتباط تاعهم. نعيد بس سريع هيك نأخذهم بس مجرد أربع قيم. بدناش نكثر. 2 و4 6 مظبوط. أنا قاعد السريع. 2 زائد 4 6 ستة وأربعة 14 خلينا نحكي هاي 1 و5 هاي 6 6 و4 10 و2 12 طلعوا نفس يعني بدي اطلعهم 12 لا خليهم مش 12 خلينا نغيرهم شويه يعني كي نغير القيم بلاش يطلعوا زي بعض. الأرقام بالامتحان تكون بسيطة أما كبيرة مثلاً 70-80 تكون سهلة. سهلة وسريعة الحساب. نعم. 14-16 طيب هاي 5 هاي 6 عفواً 6 و8 14 و16 ممتاز. هذول مجموعهم قديش؟ نعمل هون المجموع 12 هون المجموع 12 وهون المجموع 16 لو طلعنا متوسط الحساب إلى سين قديش بيطلع متوسط الحساب إلى سين 12 تقسم 4 على 4 بيطلع كم 6 3 12 على 4 6 كيف لا 3 يلا 16 على 4 بيطلع 4 حلو الكلام تمام الان شو بدنا نسوي بدنا نطلع باقي المعلومات اللي احنا بنطلعها احنا كنا نجيب سين ناقص سين فتحه مش هيك تعلمنا المره الماضيه نعم وصاد ناقص صاد فتحة ناقص صاد فتحة هنا طبعا الواحد مش حافظ القانون وعارف يسوي هاي يعني بيكون خلص كأنه حافظ القانون عن جد صاد ناقص صاد فتحة سين فتحة صاد ناقص صاد فتحة ايوه تربيع وبعدين صاد ناقص صاد فتحة تربيع وبعدين بدنا نضرب سين ناقص صاد سين ناقص سين فتحة في صاد ناقص صاد فتحة هذول هن العناصر اللي بيلزموني انا عشان احسب مين معامل الارتباط وهذول راح يفيدونها سيئات في خط الانحدار ما هي نفس الخطوات تقريبا يلا هسه راح نقول 2 ناقص 3 سالب 1 سالب 1 4 ناقص 3 1 4 1 1 2 ناقص 3 سالب 1 سالب 1 نربعهم مره واحده هنا 1 1 1 1 1 1 كلهم مجموعهم قديش راح يطلع؟ 4 هاي اول واحده خلصنا منها يلا نجي على الصادات صاد 1 ناقص 3 ناقص 4 عفوا ناقص 4 ناقص 3 5 ناقص 4 1 8 ناقص 4 3 و2 ناقص 4 سالب 2 سالب 2 هسه شوف اذا تاكدوا ان شغلكم صح ولا لا لازم لما تجمعوا هذول يطلعوا صفر اذا ما طلعوا صفر هذول بكون حل الغلط تبعه يعني اجمع سالب 1 1 0 1 زائد سالب 1 0 اذا هذا كله صفر اجمعي هون سالب 3 مع سالب 2 سالب 5 وهون 5 هاي صفر شغلي صح معناته يلا نربع عمود الصاد 9 1 16 4 نجمعهم ايش طلع لنا هون 10 30 صح يلا الان نضرب العمود الاول في العمود الثاني هذول العمودين نضربهم في بعض وريط 3 1 4 2 4 2 شو بنسوي فيهم هذول اسمع هاي 7 و3 10 انا حطيت الاعداد انا صغيره علشان يسهل علينا الحساب بس خلينا نلخص اللي اخذنا اللي طلعنا احنا شو اللي بهمنا من كل هذول القيم بهمنا هذول هاي زي السؤال اللي حليناه قبل شوي يعني هو أعطاني مجموع سين ناقص سين فتحة الكل تربيع طلع 4
أول واحدة أعطاني مجموع صاد ناقص صاد فتحة الكل تربيع طلع 30، وأعطاني مجموع سين ناقص سين فتحة في صاد ناقص صاد فتحة طلع 10. شفتوا؟ إذا عندنا نوعين من الأسئلة، يا إما هذه القيم بيكون هو معطيك إياها مجهز لك إياها وأنت بس بتطبق القانون، أو إنك أنت بتضطر تعمل كل القصة هاي الطويلة. إذا هاي نوعين الأسئلة اللي بيجن على هذا الموضوع. يلا نحسب معامل الارتباط ونشوف كم راح يطلع. راح يكون اللي هو 10 على الجذر التربيعي لأربعة ضرب 30. احنا راح نقدره تقدير، يعني مش راح نقدر نجيبه كامل، هون يكون جذر 120. احنا بنعرف انه جذر ال 121 اللي هي 11 في 11 صح؟ 11 في 11 بيطلع 121. اذا اللهم صل على محمد، الجذر ال 121 بيطلع 11، معناته انت هون تقريبا، يعني خلينا نقول تقريبا المقام راح يطلع تقريبا 11 صح؟ نعم. اذا هون تقريبا راح تكون 10 على 11. ال 10 على 11 يعني قديش؟ لو قلنا 11 طلع، لو قلنا 11 على 11 بيطلع 1 صح؟ 11 على 11 شو بتكون؟ في 1 بيطلع 1، يعني هي تقريبا 1 من 10. يجب أن نحولها إلى 10 يعني أحسن هيك، يعني عفواً آسف غلط، 1 من 10 9 من 10 آسف، 10 على 11 زي كأن 11 على 11، 11 على 11 تساوي تقريباً 1 صح ولا لا؟ أو هي 1؟ نعم. طيب إذا أنا قريب من الواحد، قريب جداً من الواحد، معناته أنت راح يكون معامل ارتباطك يعني 9 من 10 أو أكبر منها بشوي، خلينا نقول 9 من 10. إذا هنا معامل ارتباط شو طلع؟ طلع إيجابي قوي موجب قوي موجب. طيب الآن شو القصة الجديدة أو شو الفكرة الجديدة اللي بدنا نقدمها الآن؟ لو أجا مثلا واحد قال لك أنا بدي أجي السينات هذول كلهن بدي أضربهن في 2 وأضرب الصادات في سالب 3، فهمت شو راح أعمل؟ يعني هذول كلياتهم بتضربهم في 2 وهذول كلهم بدي أضربهن بسالب 3. نعم. راح يصير تغييرات على الحل. يلا حتى نغير. لما 2 هاي تنضرب ب 2 شو بتصير؟ 4. ممتاز. وهاي شو بتصير؟ 8. وهاي شو بتصير؟ 8. وهاي شو بتصير؟ 4. ممتاز. المجموع شو راح يتغير؟ خلينا نجمعهم. 4. 12 24. يعني كأنه نفس المجموع بس انضرب ب 2. صح؟ نعم. و24 قسميها على 4 تطلع 6، ما هي كانت 3 صارت 2 في 3 صارت 6، معناته كل شيء انضرب ب 2. ملاحظه انت شو اللي صار؟ نعم. يعني هذا ضربته ب 2 ب 2 ب 2 ب 2، هذا كمان ضرب ب 2 والوسط انضرب ب 2. نعم. نكمل بعدين نشوف شو بده يصير. يلا نضرب هون الصادات بسالب 3، راح تصير هاي سالب 3 سالب 3 راح تصير هاي 15 سالب 15، وهي راح تصير سالب 24 6. يعني البيانات الاصليه صارت هيك، يعني صار تغيير على البيانات الاصليه وفق هاي القاعده. يلا هون سالب 6. يلا شو بتتوقعوا يطلع هون الجواب لما نجمعهم؟ انا بقول راح يطلع سالب 48. نعم. كيف عرفت؟ اللي هي سالب 16 في سالب 3 في 16 بيطلع سالب 48. إذا هون راح تصير سالب 48 على 4 تطلع سالب 6. نعم. سالب 12 آسف. سالب 48 على 4 بيطلع سالب 12. هيا. ونتأكد، تحبوا تجمعوا وتأكد. يلا خلينا نطرح هسه، يعني 4 ناقص 6 4 ناقص 6 راح تصير سالب 2. وملاحظة هون إيميلي، وبعدين كل شيء بنضربه ب 2. نعم. ممكن اسوي هيك وانا مغمض هيك، كل شيء بضربه باثنين عمال. وهون كل شيء بضربه بسالب 3. لانه سالب 3 هون. نعم. هتقولي سالب 3 ناقص ناقص 12، هيك سالب 3 ناقص ناقص 12 يساوي سالب 3 سالب 14 يساوي 9.
صح؟ نعم. إذا هاي أصلاً راح تصير 9 بالعربي، بدل ما أقعد أسوي هاي العملية الطويلة بروح بضرب كل واحد بإيش؟ بسالب 3، هاي بتصير موجب 9، وهاي بتصير سالب 3، هاي بتصير سالب 12. طبعاً إحنا بعدين ما راح نحل المسائل بالطريقة هاي، هاي بس للتوضيح يعني. هاي راح تجي 6. بس أنت بس أنا قاعد بوضح إنه إيش اللي راح يصير معاكم. لاحظوا إنه دائماً اللي أنت هون ضربت السينات باثنين، أي شيء متعلق بسين قاعد بنضرب باثنين، أي شيء متعلق بصاد قاعد بنضرب بسالب 3 حسب ما أنا حطيت. يلا الآن نربع هذول، راح تطلع هاي 4 4 4 4 4 4 اجمعيهم 4 في 4 16. هون اختلف مش باثنين، هون بتربيع اثنين، مش قضية، هاي مش موضوعنا. يلا خل نربع هذول نشوف شو راح يطلع معانا الجداد. 81 81 9 ايوه 14 في 14 لا 12 في 12، هاي 12 في 12 144، 6 في 6 36، 10 20 10 7 17 270. اوكي نضرب هذول في بعض هسه نطلع الإجابة. يلا هات نشوف، هون راح تطلع سالب 18 صح؟ وهون سالب 6، وهون سالب 24، وهون ايش راح تطلع معنا؟ سالب 12. سالب 5 هون 2 6 شو اسمه؟ 30 و30 60، سالب 60، طلع اتأكدي منه. مضبوط؟ 18 30 وهي 30 هي 60 سالب 60. ممتاز. الآن نيجي نطبق معامل الارتباط، ما تنسوش إنه إحنا ضربنا السين باثنين والصاد بسالب ثلاث، خليها ببالكم هاي. ضربنا السين باثنين وضربنا الصاد بسالب ثلاث، الأصليات أنا قصدي. أستاذ أنت ضربت السين ناقص سين فتحة في صاد ناقص صاد فتحة، اثنين جاثنين جاءت ثلاث خمسة تسعة سالب اثنين ضرب 9 شو بيطلع؟ نعم ضرب ضرب، احنا بنضرب ضرب نعم هيك ضرب هي سالب 6 مزبوط يعني اشتغلتها صح. يلا الان راح نقول سالب 60 على قانون المعامل الارتباط على الجذر التربيعي لي 16 و270. طيب خلينا نضرب 16 و270، خلينا نستعين بالآلة الحاسبة شوي هون عشان نسرع الحساب بس ما نطول عشان نشوف شو بده يطلع معانا الجواب. عارف كيف؟ نشوف شو بده يطلع الجواب النهائي، شو علاقته بالتسعة من عشرة الأولانية؟ وهذا اللي راح نحكيه بعدين. اللي هون راح نضرب 16 ضرب 270. شو طلع الجواب؟ 4320. بدنا ناخذ جذرها. هي تحت الجذر هاي صح؟ وين الجذر هون شايفينه أنتم؟ مش شايفين. هاي الجذر طلع 65.7 من عشرة، يعني هذا اللي تحت راح يطلع هون سالب 60 على 65 تقريبا. كويس. طيب لو نقسم 60 على 65 60 طبعا سالب تقسيم 65، بس احنا بنقول تقريبا قديش طلع؟ تقريبا طلع 2.9 من عشرة، طلع الجواب سالب 9 من عشرة تقريبا. طيب احنا وش تعبنا حالنا وعملنا كل هالفيلم هذا؟ طب ما هي 9 من 10 صارت سالب 9 من 10 بس. طب انا ممكن اطلع قاعده هون او استنتج طريقه اني لو عرفت معامل الارتباط القديم اقدر استنتج معامل الارتباط الجديد؟ الجواب نعم. كيف؟ مين يقدر يحكي لي كيف؟ بدون ما اعمل كل القصص هاي، بدون ما اسوي ولا شيء من اللي عملته، هذا كله كان ما له لازمه، بس انا وريت يعني وريت انه كيف فعلا بيطلع قريب من او نفسه بس مع تغيير بسيط جدا جدا جدا. يعني مثلا لو اخذنا انه معامل الارتباط القديم، نفترض جدلا انه معامل الارتباط القديم كان 6 من 10، معامل الارتباط البيانات كلها ضربناها بالمعادله هاي 2 س ناقص 3 ص،
يعني كل إشي بسين ضربناه باثنين، كل إشي بصاد ضربناه بإيش؟ سالب ثلاث. ما معامل الارتباط الجديد بدون ما نعمل ولا إشي؟ مين يحكي لي؟ شو راح يكون معامل الارتباط الجديد؟ أنا من أسف أقول لك سالب ستة من عشر بدون ولا تعمل إشي. هيك بسرعة؟ هيك بسرعة عملتها. أقول لك كيف عرفتها؟ شو معامل سين هون؟ موجب. شو معامل صاد هون؟ سالب. هذول اثنين زي بعض بالإشارة؟ لا. إذا اختلفوا بالإشارة بنأخذ نفس معامل الارتباط القديم بس بنغير إشارته. طب لو اثنين تشابهوا بالإشارة شو بنعمل؟ نقول معامل الارتباط هو 6 من 10. مفهوم كيف؟ إيميلي معاي انت ولا مش معاي؟ نرجع لهذا السؤال. هسه معامل الارتباط بين سين وصاد اعطاني اياه، قديش اعطاني اياه؟ 85 من 10. 85%. اذا اجابات الف وباء وجيم كلهم راح يكونن اجاباتهم 85%. 85%. 85%. 100% راح يكون اجاباتهم. هنا ألف معامل صاد سالب، يعني سالب وموجب هو سالب 85. بس خلينا نتفاهم، معامل سين هون إيش؟ سالب 9. معامل صاد إيش؟ سالب 2. أنا درست إلى 15. أيوة لا تطلعي على هيك، إحنا بنطلع على معامل سين وعلى معامل صاد. إذا اثنين زي بعض يبقى معامل الارتباط كما هو لا يتغير. شفت القاعدة اللي راح أمشي عليها إيش؟ يلا هون معامل سين ايش؟ 4 موجب 4 هون 1 لا ما تطلع معامل يعني اللي على يمينه. اذا برضه هون معامل ارتباط راح يضل 85% ما راح يتغير. هون معامل سين سالب ومعامل صاد موجب، اذا ايش راح يكون الجواب؟ سالب. انتهت القصه. فكره بسيطه جدا وأثبتها عن طريق المثال اللي قبل شوي سويته. طولت القصة علشان أوريك إنه هاي بسموها إيش؟ بسموها تحويل خطي. طب إيش معنى هاي سين ستار؟ يعني ضربنا كل عدد من سين في سالب 9 وجمعنا له 15. هون إيش معناته؟ ضربنا كل عدد من صاد في سالب 2 وجمعنا له 80. إيش بتغير معامل الارتباط؟ الجواب لن يتغير معامل الارتباط بدون ما تعمل ولا حسبة. بس هاي كل القصة. شغلة بسيطة، يعني فكرة بسيطة جدا. الآن نيجي على هذا المثال عشان نطلع خط الانحدار. معطينا عدد الساعات ومعطينا عدد الأجهزة المبيعة. وشو بده ياني أطلع؟ بده ياني أرسم شكل الانتشار وبدي أنا أطلع معادلة خط الانحدار. إحنا بهمنا في خط الانحدار المعادلة هاي. هاي هي معادلة خط الانحدار. كيف بنجيبها؟ فلو حلينا مثال شو بطلع؟ بطلع كلهن زي بعض. فهذا المعادلة هاي شو بتفيدنا طيب لما نسويها احنا؟ مين يحكي لي شو بتفيدنا؟ ليش بنطلع معادلة خط الانحدار؟ او ماذا تعني اصلا معادلة خط الانحدار؟ ايميلي بتعرفي؟ مالك اليوم مش صاحية معي. إيميلي ايش يعني معادله خط الانحدار؟ ماذا تعني هاي المعادله؟ شو بتدلني يعني؟ يعني افرض اني حسبته ايش بتسوي لي يعني؟ شو بستفيد؟ ما احنا بدنا نفهم المعنى، ما هو مش بس بدنا نحسب. حسبنا طيب بعدين شو استفدنا منها؟ ولا شيء. ليش حسبت طيب؟ بس تعبت حالك عشان تحسبها؟ طيب خليها هسه بنشرحها ونشوف ايش معناها. هاي الجدول تاعنا صح؟ متعودين دائما نعمل الجدول ايش؟ كيف نعمل الجدول؟ افقي عمودي. عمودي احسن، اريح لنا في الحسبه صح؟ احنا هون راح نعتبر انه عدد ساعات العمل ايش؟ نسميه ايه؟ سي. وعدد الاجهزه المبيعه؟ ساد. هسه واحد شو بدعي؟ شو بقول؟ بقول كل ما زدت عدد ساعات العمل كل ما زاد
الأجهزة اللي بنبيعها، شو رأيك في الحكي هذا؟ كلام صحيح ولا لا؟ أنا عندي محل كويس؟ ببيع أجهزة. ممتاز؟ بقول اشتغلنا ساعة واحدة، طلع قديش بنبيع؟ كم جهاز؟ 3 أجهزة. ممتاز. إذا اشتغلنا ساعتين كم كم جهاز بنبيع؟ 5. ممتاز. لو اشتغلنا 4 ساعات قديش بنبيع؟ 7. لو اشتغلنا 5 ساعات قديش بنبيع؟ 8. ممتاز. لو اشتغلنا 8 ساعات قديش بنبيع؟ 12. واضح الترند هون. لو عملنا شكل الانتشار اللي هو بعطيك كيف الترند تاعه، شكل الانتشار حكينا بنحط السينات هون، بنحط الصادات هون، وبنكتب الاعداد من 1 يعني هيك بالترتيب 1 2 3. حكينا لازم نعملهم سكيل، 5 6 7 8 ماشي. 6 و7 ما حكى ليش عنهم صح؟ نعم. الان نيجي هون 3 5 7 8 12 برضو بنعملها سكيل. كيف نعملها سكيل؟ يعني مثلا امشي 3 5 7 لازم اخليهم بترتيب واحد. السبعة ايش بدك تحط؟ بدك تزيد 2 2. اما عمالي بزيد انا 2 2. نعم. اذا هيك رح تيجي 7 بعد 7 شو رح يجي؟ 9 صار زيد 2 11 زيد 2 13 وهكذا. هاي محور الصادات. يلا الواحد شو النقطة تبعته؟ 3. حط نقطة. أنا شو قاعد بسوي؟ قاعد بعيد على الدرس المرة الماضية الانتشار. بسوي انتشار. يلا الاثنين شو بتطلع؟ 5. هاي الثلاث شو طالعة؟ الثلاث مش موجودة، شايف الثلاث ما في. الأربعة شو طالعة؟ 7. الثلاث غير موجودة. الثلاث غير موجودة، ما في ثلاث. الخمسة طالعة 8. 4 7. أيوة. هيا الأربعة طالعة 7 هون لازم تيجي. نمسح هاي. الخمسة كم جاي الخمسة؟ الخمسة جاي 8. الثمانية تقع بين 7 و9 يعني في نص المسافة. طبعا لأنه ما عنديش جريد مش طالع كويس رسمي بس يعني قريب. الثمانية طالعة كم؟ 12 هون تقريبا تيجي بين الها يعني تقريبا. أنا هيك شو عملت يا ستي هيك؟ عملت شكل الانتشار. سويت شكل الانتشار. ممتاز الحكي؟ ممتاز. طيب القاعدة اللي بنقولها أو الادعاء اللي ادعيته بقول كل ما زاد عدد ساعات العمل كل ما زاد عدد الأجهزة المبيعة. يعني هناك ارتباط بين عدد ساعات العمل والأجهزة اللي بنبيعها، عدد الأجهزة اللي بنبيعها. فحتى نحسب معامل الارتباط بنقدر نحسب زي المرة الماضية صح؟ بس إحنا ما بدنا نحسب هالساعات. لو 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 حبينا نحسبه بنقدر نحسبه صح ولا لا؟ صحيح. ممتاز. لو حسبناه إذا طلع معامل الارتباط قوي وموجب معناته فعلا كل ما زاد عدد ساعات العمل كل ما بزيد عدد الأجهزة المبيعة. فسيات هون القانون تاع معامل الانحدار أو معادلة الانحدار اللي هسه رح نحكي شو معناها وشو بتفيدنا. شو بلزمني؟ بلزمني أجيب سين فتحة وأجيب صاد فتحة وأجيب سين ناقص سين فتحة وصاد ناقص صاد فتحة وأربع سين ناقص سين فتحة. بس صاد ناقص صاد فتحة تربيع مش بناشية. إذا بدنا نجيب أول شيء سين يلا كيف نجيب سين فتحة؟ نجيب المجموع أول مظبوط؟ يلا اجمع هاي عندي 10 20 20 على اجمعيهم عديهم عفوا 1 2 3 4 5 20 على 5 بطلع 4. يلا صاد فتحة 8. يلا نجمع هذول هاي 20 30 35 35 على 5 1 2 3 4 5 على 5 7 يساوي 7. ممتاز. خلصنا القصة. هسا شو مطلوب من زي قبل لما كنا نحل المسائل تاعت بيرسون معامل ارتباط بيرسون لازم نجيب سين فتحة صاد ناقص صاد فتحة وسين ناقص سين فتحة تربيع وبلزمنا كمان واحدة اللي هي سين ناقص سين فتحة في صاد ناقص صاد فتحة بس
هذول اللي بلزموني. شو اللي ناقص من تاع معامل بيرسون؟ اللي ما هو صاد ناقص صاد فتحة الكل. أيوة اللي صاد ناقص صاد فتحة تربيع، هاي اللي ما جبناهاش. إذا في خط الانحدار هاي ما بنجي. نعم. لو بدنا نجيب معامل بيرسون كان جبناها. لعندهم تمام الأمور. نعم. يلا الآن نعمل الحسابات. يلا واحد ناقص أربعة سالب ثلاث. سالب ثلاثة. يلا ونربعها على طول تسعة. سالب اثنين. على طول بشتغل. اثنين ناقص أربعة سالب اثنين. ربعها أربعة. أربعة ناقص أربعة صفر. ربعها صفر. خمسة ناقص أربعة واحد. ربعها واحد. واحد. أربعة أربعة ربعها 16. وبدنا نجمعهم هذول. هاي 20 30. شفت كيف خلصتوا؟ يلا الآن نيجي على مين؟ على صاد ناقص صاد فتحة. اللي ثلاثة سالب أربعة. مظبوط؟ ثلاث ناقص سبعة ما بدنا صاد أم بلا يعني. ثلاث ناقص بدون تربيع بقى. مرحبا. خمسة ناقص سبعة سالب اثنين. مرحبا. سبعة ناقص سبعة صفر. أسمع صوت. أسمع صوت. ثمانية ناقص سبعة واحد. مش سامعة؟ 12 ناقص 7 صوتك يقطع استاذ. هذا عندك النت ضعيف معناته. مرحبا. ايوه معك سامعك انا. سامعيني؟ استاذ؟ ايوه معك. ايميلي. نعم هكذا افضل. النت عندك معناته هو المشكله في النت. الصوت ذهب ولا اسمعك. الان راح نضرب العمود الاول في العمود الثاني زي ما تعودنا دائما. اذا هون راح تكون 12 4 0 1 20 1 20. بعدين شو بنسوي فيهم هذول؟ نجمعهم. نجمعهم يلا اجمعيهم. 21 21 و16 مظبوط هيك؟ 37. نعم. الآن لحساب معادلة الانحدار بحاجة لعدد اسمه ألف. هيو شايفتين؟ نعم. هذا ألف كيف بنحسبه؟ اللي هو راح نأخذ اللي هي 37 بنروح مقسمينها على مجموعة سنين 30 ونحسب الجواب قديش نسوي على الكالكولتر يعني السرعة بالضبط 37 1.2 1.2 تقسيم 30 طلع قديش 1.2 ممتاز 1.2 من عشرة تقريبا احنا مش لازم نكون دقيقين كثير خلصنا القصة هذه الآن بنيجي بنحسب إذا أول شيء طلعنا ألف صح اللي طلعت قديش 1.2 من عشرة نيجي على باء باء هي عبارة عن إيش صاد فتحة ناقص ألف في سين فتحة يعني باء لا يمكن حسابها إلا ألف إذا أول شيء لازم نجيب ألف بعدين بنجيب صاد فتحة اللي هي سبعة سبعة ناقص ناقص ألف اللي هي واحد واثنين بالعشرة ضرب أربعة ضرب نعمل الحسبة هاي عشان نطلع بها واحد مقامات لا لا واحد مقامات أضرب كسور عشرية أسلم واحد واثنين أنا أستطيع نحلها مثلا أقول بأربعة فيها اثنان بواحد مقامات بين واحد فاصل اثنين وسبعة لا لا من مقامات ما في عندك مقامات هاي مش كسور عادية عندك هون عشري واحد اثنين بالعشرة عشري اضربي أربعة باثنين ثمانية أربعة بواحد أربعة أسهلك هيك الكسور العشرية أسهل التعامل معها الحين سبعة صحيح ناقص أربعة وثمانية بالعشرة نطرح نظل هون عندنا اثنين تعرفوا تعرف تستغليها هاي ولا ما بتعرفي إذا باء طلعت قديش اثنين واثنين بالعشرة أنا بيهمني أطلع قيمة ألف وأطلع قيمة باء مرة ثانية إيميلي ما في هون توحيد مقامات ليش ما في توحيد مقامات لأنه هذا عشري كيف بدي أوحد مقامات بالعشري توحيد المقامات لما تكون الكسور عادية الآن خلصنا من ألف وباء الآن بنطلع معادلة الانحدار واللي هسه راح نفسر شو معناها نقول إنه صاد هات القيمة المتنبأ بها تساوي ألف سين زائد باء شو يعني؟ نقول هيك هاي زي معادلة الخط المستقيم اللي تعلمناها زمان اللي راح تكون واحد واثنين بالعشرة
في س زائد 2 و2 بالعشرة. هذه معادلة خط الانحدار. لأن إيش معنى هذا معادلة الخط الانحدار؟ إيش بيعني لي هذا الخط؟ هذا لو مثلناه على المحاور هون عوضنا محل سين وصاد راح تلاقي في طلع خط مستقيم هيك عند خط الانتشار عند معادلة الانتشار خط مستقيم زي هيك. وهذا بسموه خط التنبؤ. كيف يعني خط التنبؤ؟ يعني بنقول لو كان عدد ساعات العمل ساعة واحدة فنتوقع أن يكون المبيعات قديش؟ 3. هذا الواقع صراحة. الواقع أنه إحنا لما بنشتغل ساعة بنبيع كم جهاز؟ بنبيع 3 أجهزة. طب لو اشتغلنا ساعتين كم جهاز بنبيع؟ بنبيع 5 أجهزة. طب لو اشتغلنا 3 ساعات اللي هي مش موجودة، إذا بحط مكان سين 3 وبتوقع صاد كم اللي هو عدد الأجهزة المبيعة. لما نحسبه هون 1 و2 بالعشرة ضرب 3، 3 × 2 = 6، هون 3. إذا ما بيطلع 3.6 × 10 + 2.2 بالعشرة، يعني راح تطلع تقريبا هون 8 هون 5 8 بالعشرة، يعني تقريبا 6 أجهزة. يعني لو اشتغلنا 3 ساعات راح نبيع 6 أجهزة. طيب خلينا نجرب من القيم الموجودة، يعني لو بعنا جهاز بيطلع فعلا 3، بعنا ساعة 3 معنا بعوض. يلا عوض محل سين 1 زائد 2 و2 بالعشرة، 1 و2 بالعشرة ضرب 1 بيطلع 1 و2 بالعشرة زائد 2 و2 بالعشرة، قديش بيطلع الجواب؟ 3.4 من 10. طيب تقريبا 3. معلم نعم ممكن يعني 37 على 30 يعني بقيناها مثل ما هي ما حولناها 10 عادي خليها. صحيح؟ صحيح طبعا خليها. يعني انت بدك يعني اخلي الف يعني هيك بتغير بس اشي بسيط في الحل. شو اللي راح يتغير في الحل؟ الحسابات بس. يعني الف احنا كم طلعناها؟ انت ما بدك تحوليها 10 صح؟ نعم اريد 37 على 30. فهمت عليك، خليها 37 على 30 تمام. اذا انا بحط 37 على 30 ايوه بصير. نعم هون بصير تشتغل على القصور العادية. نعم 4 فيها 2 امكنك تحوليها لقصور عشرية اسهل لك. يلا على 4 فيها 2 هون فيها 15، فعبارة عن صارت با تساوي 4 فيها 2 على 1 ايوه 15 2 7 على 1 توحيد مقامات هاي 14. وش نضرب؟ 14 × 6 = 7 × 15 هيك صارت. نعم الآن وحدي مقامات في 15 15 × 7 = 15 = 74 هي 74 في المحص. ومنها نعم. تساوي 7 × 5 = 35 105 = 74 × 15 وتساوي يلا 105 ناقص 74 هي فيها 1 فيها 3 31 على 15 2 وشوية، يعني خليها 31 على 15 ما بدنا نحول على عادي خلاص. ساعتها بنغير هون معادلة خط الانحدار. احنا قانون معادلة خط الانحدار هي معادلة الخط المستقيم اللي احنا طول عمرنا بنعرفه. احنا طول عمرنا اخذنا الخط المستقيم معادلته هو هيك صاد يساوي ألف سين زائد باء. بس احنا هون بنحط هات هيك مثلث فوق او هيك الثمانية لتدل على التوقع، يعني هاي القيمة المتوقعة. لانه دائما خط الانحدار بعطيني توقع للقيم اللي مش موجودة. نعم. يعني انا 3 ساعات ما بعرف لو اشتغلت 3 ساعات كم جهاز راح ابيع. لما سوينا خط الانتشار لاحظوا الثلاث ما كان في عندها نقطة. طب لو بدي احط لها نقطة كيف بدي احط لها؟ بجيبها من معادلة الانحدار. إذا معادلة الانحدار شو تفيدنا؟ في توقع القيم، في التنبؤ. نعم. يلا. إذا هنا صاد فتحة اللي هي صاد هات بسموها تساوي ألف، ألف احنا طلعناها 37 على 30 في سين زائد باء اللي هي 31 على 15. هذه معادلة الانحدار. انتهى الحل. هناك شيء اسمه هو خطأ التنبؤ. لحظة شوي هسا واحدة واحدة. معادلة الانحدار اللي عند هون ايش؟ انتهت.
حتى نقدر نعرف خطأ التنبؤ أو شيء. تطلع التنبؤ، مش بنطلع تنبؤ بعدين نقول إنه في خطأ ولا ما فيش خطأ. فإحنا بنرجع للجدول الأصلي. الواقع شو بقول؟ إنه لو اشتغلنا ساعة شو بنطلع؟ بنبيع كم ساعة؟ ثلاث أجهزة. لا عيدي، اشتغلنا ساعة بنبيع ثلاث أجهزة. هذا واقع ولا يعني هذا واقع ولا متوقع؟ واقع. واقع، هذا هيك اللي صار. يعني نعم. عدد الساعات، عفوا خلينا نكتب بشكل واضح عشان نكون نحكي، واحنا بنحكي نكتب عدد ساعات العمل يساوي واحد، عدد أجهزة المبيعة يساوي ثلاث. نبروزها هاي ونكتب عليها، هاي إيش هاي؟ هاي واقع حقيقي، واقع. هيك إحنا رصدناها. الآن نطلع المتوقع. لو المتوقع، إذا هون نكتب المتوقع، شو راح نعمل في المتوقع؟ راح نأخذ عدد الساعات يساوي واحد، عوضوها في معادلة الانحدار عشان نجيب القيمة المتوقعة. يلا 37 على 30 ضرب 1 زائد 31 على 15. تمام هيك الحكي؟ تمام ولا مو تمام؟ يلا خلينا نطلع نشوف كم ساعة راح نشتغل، أو عفوا كم جهاز راح نبيع، آسف، مواصفات تدل على الأجهزة اللي بدنا نبيعها. يلا هات نشوف. إذا هو 30 على 37 على 30 زائد 31 على 15، نوحد مقامات. المقام المشترك هون 30، مضاعف المشترك 30، إذا هون نضرب في 2 وهون نضرب في 2، صارت 37 زائد 62، صح؟ يعني معناته المتوقع النبيع من الأجهزة ما يعادل هذا العدد. يلا اللي راح يطلع لنا هون 99 على 30. لو قسمنا 99 على 30، احنا بنعرف انه 30 في 3 بيطلع 90، صح ولا لا؟ يعني لو قسمنا قسمة طويلة، عملنا قسمة طويلة، ما هو انا مضطر اقسم عشان نطلعه بكسور، يعني هون بدي اطلعه بكسور، نسويها قسمة طويلة على كسور العادي بصير، كسور عشرية بصير، اللي اسهل عليكم يعني 99 على 30. 99 تقسيم 30 هي 3، 3 في 30 90، والباقي 9. خلاص ناش نطول في القسمة. إذن بيطلع 3 صحيح اللي هو الناتج، و9 تقسيم 30، الباقي على المقسوم عليه. هيك احنا بنقسم طول عمرنا، هيك بناخذ القسمة. إذن بتساوي 3 وبنختصر على 3 فيها 3، 3 فيها 10 يعني 3 من 10. 3 على 10 هي نفسها بتكتبيها 3 من 10. بتحب تخليها 3 صحيح و3 على 10 كمان صح، ما عندك مشكلة، 3 صحيح و3 على 10 ما اختلفش شيء. الآن هذه القيمة اللي احنا طلعناها هي القيمة الايش؟ عدد الأجهزة المتوقع بيعها خلال ساعة. حلو الكلام؟ طب احنا بس ما هي احنا اللي بعناهم فعليا ثلاث، نعم، مش ثلاث وثلاثة من عشرة. اذا هناك فرق بين الواقع والمتوقع. هذا الفرق نسميه ايش؟ فرق خطأ التنبؤ. خطأ التنبؤ، وهو الفرق بين هذول القيمتين اللي هو صاد ناقص صاد هات، مش احنا سميناها صاد، اللي راح تكون ثلاث ناقص ثلاث وثلاث من عشر، اللي راح يطلع سالب ثلاث من عشر او ثلاث على عشرة. اذا بتحبش العشري خليها ثلاث على عشرة. ها ليش سالب؟ لانه راح يطلع هذا ايش؟ ثلاث ثلاث من عشرة اكبر من ثلاث حسب تعسري. هذا نسميه خطأ التنبؤ. إذا مرة ثانية، خط الانحدار إيش وظيفته الأساسية؟
توقع التنبؤ. أيوة، توقع أو التنبؤ بالقيم اللي مش موجودة وين؟ في البيانات. في البيانات. وهذا بيستخدم في التجارة في البزنس بشكل كبير جدا. شوف الآن هالسيارات مثلا قاعدين بيتكلموا عن الكورونا، احنا بنقدر نعمل هذا التنبؤ انه زيادة عدد المصابين في الزمن مع الوقت. طبعا الكتاب كله شغال على العشري على فكرة، يعني اسهل لك العشري يعني. بامكاني اعرف لكن تصبح طويلة نوعا ما. يعني ما بيفرقش كثير. فهذا درس بسيط جدا مباشر تماما، وغالبا في الامتحان بيسألوك عن شغلتين، بيقول لك طلعي معامل الارتباط وطلعي التوقع. وصلت كيف؟ يعني بنفس السؤال شو بتعملي؟ طلع معامل الارتباط. ايوه طلعي معامل الارتباط، هو بطلب منك طلعي معامل الارتباط وبتطلعي ايش؟ معادلة الانحدار والتنبؤ والقصص هاي كلها يعني. يطلع لك كم سؤال واحد. يقول لي اوجدي خطأ التنبؤ. خطأ التنبؤ نعم، بس بعطيك بقول لك مثلا عندما سين 6 اعطيني خطأ التنبؤ. نعم. فبتقولي انت الستة في الواقع لازم شو يكون جوابها؟ 8. احنا خلينا هون يعني الناس نضيع وقت على انشاء جدول، هاي الجدول خلص ماشي، خلينا نطلع معادلة الانحدار بس، شو رايك؟ نعم. معادلة الانحدار بحاجة احنا لألف وبحاجة لباء، صح ولا غلط؟ صحيح. صح. ألف من وين بنجيبها؟ 21 أيوة على 46. ممتاز، خليها هيك ما بدي اختصر لأنه بجوز ما فيش اختصارات أصلا يعني. نعم. صح؟ خليها هيك ما بدي بديش أعملها كسور 20. الباء شو هي؟ هي صاد فتحة. هي صاد فتحة ناقص ألف في سين فتحة. نعم. صح؟ صاد فتحة أوريدي مطلعينها، هيها صاد فتحة هياتها 8 سين فتحة 6. إذا باء شو بتساوي؟ 8 ناقص 21 على 46 ضرب 6. 6. يلا نعمل الحسبة هاي عشان نطلع باء نبسطها. هاي 8 على 1 ناقص عندك 46 فيها 3، 6 على 2 فيها 3، 3 على 2 فيها 23. صح ولا غلط؟ صحيح. ممكن نقول 21 على 23. لا مش 23، ممكن تضربي 3 في 21. اضربي اضربي على طول، تعمليش خطوات طويله. 21 بيطلع 63 على على 23. بنعيدها هاي عشان هيك تكون مجعلك كثير. 63 هي 21 على 46 توحيد مقامات ب 23. دقيقة خلونا نعيد على هاي بس عشان من إذا حدا بشوفها ما يتخربطش. اختصرنا هون على 2 فيها 3 على 2 فيها 23. نعم. بعدين ضربنا البسط في البسط والمقام في المقام، صار 63 على 23، وهذا اللي كتبته هون. الآن في توحيد مقامات. 20 بصير 8 ضرب 23 هيك ناقص 8 ب 23 ايوه ناقص 63. بنروح ضاربين 23 ضرب 8 هاي 24، 16 و 2 18 صارت 184 ناقص 63 نطرح 18 121. اذا باء تساوي 121 على 23. بس هاي انا اللي تلزم يعني، صار لي ساعه بعمل بس حسابات. انا هاي خطوه اساسيه لازم نعملها. الان وين معادله خط الانحدار؟ ما طلعناها. نقول معادله خط الانحدار تساوي صاد الف صاد 21 على 46 في سين نعم زائد 121 على 23 اللي هي باء. انا الان انهيت الخطوه الاولى اللي هي معادله خط الانحدار. خلص طلب. الآن أعطيني أعطيني التوقع للقيمة 6. التنبؤ. الستة كم لازم تطلع هي في الواقع؟ 8. نعوض مكان سين. لحظة شوي بس خلينا نكتب الواقع. خلينا نكتب أول شيء. نعوض مكان سين.
بس تستعجليش. الواقع الستة شو لازم تعطي؟ 8. الستة بتعطي 8، يعني سين 6 صاد 8. يلا نعوض التوقع. هيك عملنا صاد تساوي، بنحط اول شيء مكان السين 6 ومكان الصاد ما بنعرف كم، بدنا نطلعه. يلا صاد تساوي يلا 21 على 46 في 6 ايوه زائد زائد 121 على 23. يلا نختصر على 2 3 على 2 23 شو صارت؟ 21 على 23 زائد 121 على 23 وتساوي هاي 4 8 184 على 23. تمام الحكي ولا مو تمام؟ تمام. هاي القيمة المتوقعة. الآن حتى طلع خطأ التوقع، خطأ التوقع منجيب القيمة الحقيقية اللي لازم نكون موجودة هي 8، وروح طارح منها 184 على 23. نعم. يلا نطرح. كيف بنطرح نوحد مقامات 23؟ 8 في 23 تونا ضربناها بس كمان مرة بنعيدها. هاي 24 16 184. ممتاز. 184 ناقص 184 قديش طلع الجواب؟ صفر. معناته خطأ التوقع صفر. ايش يعني خطأ التوقع صفر؟ يعني انا قدرت اجيب معادلة تربط بين هذول اللي هم المادتين او المتغيرين. نعم. يعني اعطيني سين بعطيك صاد، اعطيني صاد بعطيك سين. وكم خطأي هون كان في هذه؟ صفر. هل يعني انه للباقي كمان بيطلع صفر؟ مش بالضروره. لا مش بالضروره. يعني لو اخذنا 1 و6، تعال نجرب مع 1 و6. شو رايكم؟ لا. نجرب مع 1 و6. يعني هون بدنا ناخذ سين وصاد نغيرهم ونقول 1 الواقع 1 بتطلع 6. بدنا نشوف التوقع. يعني بنحط مكان سين 1 ماشي ومحل صاد مش عارفين قديش، بدنا نعرف. تمام. هاي 21 على 46، رجعت كل شيء زي ما كان، ضرب 1. الان هاي الحسبه كلها راح تتغير. نعم. يلا عشان نعرف كم راح يطلع خطا التوقع. يلا. ايش راح تطلع معنا هون؟ 21 على 46 زائد 121 على 3. 121. طبعا هون لو ضربنا باثنين وهون ضربنا باثنين عشان تطلع هاي 46 او واحد مقامات يعني، هاي 46، 21 زائد 2 4 2 اجمعيهم بيطلع 3 6 2 على 46. اذا قديش طلع معنا هون؟ الصاد المتوقعه طلعت 263 على 46. الحقيقية قديش؟ 6. يلا نقول 6 على 1 ناقص 263 على 46 وتساوي من 1 مقامات على 46 نضرب 46 في 6 36 24 27 بيطلع 276 ناقص 263. شوف ما طلعت صفر. 6 ناقص 3 3، 7 ناقص 1 على 26. 46 اسف. اوكي؟ اذا هذا بنسميه خطا التوقع. وغالبا في معادلات الانحدار نقبل بوجود خطا. ولكن نتحكم في هذا الخطا بان نقلله، نكون هدفنا دائما نقلل هذا الخطا. حتى يصير توقعنا شو ماله؟ يعني ممتاز، توقع ممتاز. صحيح. كيف بدنا نسوي هذا؟ بنزيد البيانات. انتوا قاعدين تشتغلوا على كم وحده هون؟ على 10 بيانات، على 5 بيانات، على 6 بيانات، صراحه لازم تعطيك خطا كبير. لكن لو بتشتغل على 2000 بيان مثلا، 10000 بيان، شو بيطلع الخطا؟ استاذ لا اسمع صوت. مره ثانيه. اذا كان الخطا قليل، اذا كان الخطا قليل وكان عدد البيانات كبير، كل ما بيكون توقعنا ايش؟ أفضل. أفضل. إذا كان عدد البيانات قليل فتوقعنا شو بيكون؟ بيكون سيء. بيكون سيء. هذا كل الدرس. سيء. إذا بهذه الحالة إذا نحن هذا إيش بنستفيد منه طب في حياتنا؟
هذا أكثر شيء بيستفيدوا منه قاعدين تعون البزنس والتجارة والأشياء هذه. أستاذ نعم أطلب منك طلب. ممكن أن تحل تدريب واحد؟ تدريب واحد نعم. وين تدريب واحد؟ اللي هو إذا سمحت على طول فسيأتي هنا بدنا بس نأخذه على صفحة جديدة لأنه كبير. نعم يمكن نضطر نستخدم الآلة الحاسبة لسرعة الحساب يعني بس مش أكثر. هذه الأرقام بالامتحان تأتي؟ للأسف نشوف إذا أنها سهلة بقول لك يعني ليش لا ممكن تأتي. هي وهم عادة بيجيبوها يعني أعداد سهلة الحساب المفروض. هسه راح أستخدم بدون آلة حاسبة، أنا ما بشتغل بالآلة الحاسبة على طول. إذا اضطريت راح أستخدم الآلة الحاسبة. إحنا طبعاً واحد اثنين ثلاث أربعة دول بيمونيش. إحنا نبدأ بسين وصاد. راح أشتغل سريع شوي هون. يلا. هاي سين وهاي صاد. يلا. 65 70 80 85 يظهر الأعداد سهلة يعني نسبياً. 80 اجمعي هيك. 60 و70 130 130 و80 250 210 آسف 210 210 و80 290 و10 300 إذا هاي سهل جميعها. اجمعي وراي تأكدي أنا بجمع صح. اللي وراها 60 و60 120 120 و70 190 190 و90 208 صح؟ عددهم هذول قديش؟ 4. إذا المتوسط الحسابي 300 على 4. نختصر على 2 فيها 2 2 فيها 150 على 2 1 275 هاي الوسط الحسابي طلع. يلا صاد فتحة 280 على 4 فيها 70 على 4 1 على 7 28 فيها 70 هاي طلعنا الوسط الحسابي. معناته مش صعبة. الآن شو نعمل؟ سين ناقص سين فتحة مشي وصاد ناقص صاد فتحة فهاي آية اللي بتيجي في الامتحان عادي ليش لا. وسين ناقص سين فتحة الكل تربيع بس هذول اللي بيلتمون. لا كمان واحدة بدي صح؟ وصاد ناقص بدي سين ناقص سين فتحة في صاد ناقص صاد فتحة هذول اللي بيلزموني. يلا نبدأ. 65 ناقص 75 سالب 10 70 ناقص 75 سالب 5 80 ناقص 75 5 85 ناقص 75 10 بعدين 60 ناقص 70 سالب 10 سهلات يعني 60 ناقص 70 سالب 10 70 ناقص 70 0 90 ناقص 70 سالب 20 موجب 20 آسف لا 90 احنا حكينا اوكي. الآن نربع هاي 100 25 25 100 250 مبين مجموعين 250 100 و100 وهي 25 25 50 يلا بدنا نضرب هذه في هذه اللي ياسين ناقص سين فتحة في صاد ناقص صاد فتحة هون راح تطلع معك 100 هون راح تطلع 50 هون صفر وهون 200 350 لا سهل يا إيميل يا عادي بتيجي بدون شوف ما استخدمت آلي نهائيا. الآن نطلع ألف ألف اللي هي 350 على 250 شيكة نمشي اختصريها يعني نبسطها بناشي نخليها معقدة هيك على 5 فيها 7 على 5 فيها 5 خليها هيك. الباء هي عبارة عن صاد فتحة اللي هي 70 ناقص على 5 ضرب 75 هيك نعمل الحساب 70 على 1 ناقص على 5 فيها 1 على 5 فيها 15 7 ب 5 35 105 صح فصارت بدون كسور 70 ناقص 105 يعني نقول 105 ناقص 70 هاي 5 10 هاي 30 سالب 35 صح؟ نعم صحيح. خلصنا بقى الآن نكتب معادلة الانحدار خلصنا أصعب سؤال
اللي هو معادلة الانحدار. شو بنقول؟ نقول صاد تساوي ألف اللي هي طلعناها 7 على 5 في س ناقص 35 يا زائد ب، بس ب سالبة، فسالب في موجب بعطي سالب، إذا سالب 35. هذه معادلة الانحدار خلصت. أول طلب خلصنا. تنبأ بمعدل الطالب إذا كان معدله في الثانوية 88، الثانوية اللي هي سين يعني، صح؟ نعم صحيح. يعني إذا كانت سين تساوي 88، جد صاد المتنبأ بها عوضي 88. تبع على 88 ناقص 35، هاي كان على واحد. أول الضرب ما في اختصارات، فمضطر أضربهم. هو شوف أمر، لو بشتغل عشري طلعي 7 على 5 سهل جدا تسويها عشري. ليش؟ أضربهم باثنين وأضربهم باثنين. إذا كان المقام 10 يصير سهل، 7 باثنين 14، 5 باثنين 10، بيطلع 1.4. فأنا أسهل علي أتعامل مع العشري من العادي ترى. يعني هاي عبارة عن 1.4 ضرب 88 ناقص 35. الآن بضرب 1.4 ضرب 88، انزل الفاصلة، اضرب 14 في 88 على السريع، 32 11 32 11، هاي 2 3 2. إذا بيطلع الجواب هون 1232، بس في فاصلة بعد ما انزل. نعم صحيح. ناقص 35. الطرح صار سهل لأنه صار زي الأعداد العادية، 123.2 ناقص 35، لأنه 35 عدد صحيح. هون تطلع 2، 13 قيمة منها 5 بضل 8، وهنا 11 ناقص 3 كمان فيها 8. شو بيطلع الجواب؟ 88.2. تمام هيك؟ نطلع على الإجابة اللي طالعة معانا، اللي كان هو بده تنبؤ لمين؟ عيدي معاي، ل 88. ال 88 وين 88؟ ما فيش عندي 88، إذا ما بقدر أجيب خطأ تنبؤ هون. هون ما بقدر أجيب خطأ تنبؤ، ليش؟ لأنه 88 مش موجودة من القيم هون. لا. المطلب الأخير بده خطأ تنبؤ لمكان معدل الثمانية العامة 70. ال 70 الواقع تاعها قديش طالع؟ نعم. التين. إذا نكتب الواقع، بحل بالثالثة يا سعيان. الواقع 70 سين تعطيك 60 صاد. مش هيك؟ هيا نرجع الجدول. 70 سين تعطيك 60 صاد. هيا هذا الواقع. طب نجيب التنبؤ. يلا جيب التنبؤ. نرجع للمعادلة. هيا المعادلة. أنا بشتغل على هاي أسهل لي. يلا التنبؤ إيش يعطيني؟ هسا لو أعطاني 60 بعطيني خطأ تنبؤ 0. فمرو عامي 7 على 5 ضرب 70 اللي هو القيمة اللي بده إياها ناقص 35. هنشوف شو راح تعطينا إجابة. اختصري هون، فيها 21 14، 7 في 14 84 ناقص 35، 14 فيها 9 49. قديش أعطتني؟ 49. بس هو كم جايب فعليا؟ 60. اذا خطا التنبؤ ايش راح يكون؟ خطا التنبؤ ايش راح يكون؟ 60 ناقص 49 بيطلع 11. اذا عندي 11 علامه خطا في التنبؤ لهذه العلامه يعني. وصلت؟ تمام. فهذا عادي بيجي في الامتحان، ليش لا يعني؟ هي اعداده سهله وسلسه يعني، مش معقد. بس انا بنصحكم تشتغلوا على العشري، اسهلكم من العادي. العشري اسهلكم من العادي. اللي بيعرف يشتغل يشتغل على العادي بدون ما تضطر لا توحيد مقامات ولا قصص منها. تمام يا جماعه؟